سيرفايكال تورشن تيست هو تيست سبيسيفيك ان يحدد لك ان الديزنس جاي من النيك ديس اوردر اللي هي سنسور موتور امبيرمنت، مش من البريفرال فيستيبولر سيستم او البريفرال او البريفرال فيستيبولر سيستم ديسفانكشن. التيست بتاعنا بيبقى ان العيان بيست على موفينج تشير او على ستول زي ما بنقول، وانت بتسبورت الهيد اوف ذا بيشنتس، وبيتاسك العيان ان هو يكلوز هيز اي، يقفل يعني. بعد كده انت بتخلي العيان وهوايل هيز هيد از فيكسد يعمل روتيشن او تويستنج بالترانك، يعني العيان هيتويست الترانك والنك ثابته، انت كده بتعمل ايزوليشن للنك. غمض عينيك، لف بجسمك ناحيه اليمين، ارجع لف ناحيه الشمال على قد ما تقدر، رايح. باي ذا اند اوف ذا تيست بخلي العين يفتح عينيه وبقول له انت حاسس بديزنس ولا لا. لو العيان بعد ما فتح عينيه حس بديزنس او فيرتيجو، هنا الاوريجين اوف ذا بروبلم اواي فروم الفيستيبولار سيستم، الجلتي هنا هي النك، السبب للديزنس هي رقبه العيان مش الفيستيبولار سيستم. وده تيست فيري سبيسيفيك وبيعمل لك ديفرنشيشن كويس جدا، يخليك تروح من ناحيه الفيستيبولار سيستم لناحيه السنسور موتور امبيرمنت، ويحدد لك الماب اللي هتشتغل عليها ويعمل لك نافيجيشن كويس جدا في الريهابيليتيشن بتاعك.